في مجتمع هذه كلمة كبيرة، بس إنه قل في مجتمع بس فيه حق كثير، في كراهية، في كذا، صح أنا معك، بس ما في هذه، ما أتوقع إن كلمة توصف الوضع اللي إحنا فيه. ونتمنى إن بعض الناس اللي يطلعون بالصورة هذه الهاكرز أو إنه الهيترز ما يخربون على نظرتنا حنا للكوميونتي حقنا بشكل عام. حرام يعني شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة مهما كان الرقم إنهم يخربون على الأغلبية يعني. اوكي بس انا عندي جزئيه بس بسيطه حاب اعلق عليكم فيها، اللي هي لو الواحد حاب يقول ما في مجتمع لاعبين عرب، اتمنى انه يعني انا احترم وجهه نظره اوكي، بس خل وجهه نظرك لنفسك، لا تحاول تطبقها علي، لا تحاول تقنعني ان ما في مجتمع لاعبين عرب، يعني خل وجهه نظرك لنفسك.